الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا قائدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، في صحيح الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، فلما قضيت الصلاة قام ودخل إلى حجرات أمهات المؤمنين. من تبقى في المسجد نسكن بعيدا عن المسجد النبوي في العالية، فقلنا نجلس ننتظر صلاة العشاء لنصلي العشاء ونذهب إلى بيوتنا مرة واحدة، لا داعي أن نذهب الآن ويؤذن العشاء فنعود نصلي العشاء ونرجع إلى بيوتنا. صلينا المغرب فلنجلس ننتظر العشاء نصلي العشاء ونذهب إلى بيوتنا مرة واحدة. فجلسنا في المسجد. قبل العشاء بقليل دخل علينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرآنا كما تركنا، فعرج إلينا وجلس في وسطنا وقال: ما أجلسكم؟ ما أقعدكم؟ قلنا: يا رسول الله، نحن نسكن في العالية، فقلنا نصلي العشاء وننصرف مرة واحدة. قال: أحسنتم 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 وأصبتم. وكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس يرفع وجهه إلى السماء ويتأمل في السماوات، في الفضاء، في الكواكب، في القمر، في النباتات. وهذه فريضة إسلامية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول المفكرة، لأن التفكر في مخلوقات الله إدراك، إدراك لعظمة الله، لقدرة الله، لصنعة الله، لإبداع الله. التفكر في مخلوقات الله إدراك، والتفكر في ذات الله إشراق. تفكر في ذات الله، ربنا طولك قديه، عرضه كم متر، ايديه زي ايدينا، طب سميع بصير ليه، سمع زينا، طب يعنيه لونهم ايه، هذا إشراق بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التفكر في مخلوقات الله يقودك إلى تنزيه الله، إلى تمجيد الله، إلى توحيد الله. انظر إلى نبات الأرض، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل
والقرآن أثبت ذلك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. كثير التأمل. فلم تكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها. لابد تفكر فيما هو حولك لتشهد لله بالعظمة والمجد والكبرياء والعزة ودقة الصنعة وقدرة الله فوق الشك والتهم. ثم عاد ببصره إلينا وقال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لكم، أنا أمن لكم، فإذا ذهبت أتاكم ما توعدون، وأنتم أصحابي أمن أهل أمتي، فإذا ذهبتم أتى أمتي ما توعد. كلام خطير، فيه ثلاث مشاكل هيحدث. أي غياب يترتب عليه خلل، مصائب كبرى، كوارث عظمى. النبي يلفت أنظارا. النجوم أمنة للسماء، طالما فيه نجوم العملية فيها خير، اللي عايز يتوب يتوب، واللي هيقضي مصلحة يقضي، ما زال في عمر الدنيا بقية، لسه العملية فيها خير، لسه فيه مشوار بيننا وبين القيامة. لكن إذا النجوم ذهبت، ده مؤشر خطير، دي علامة من ضمن علامات القيامة، خلاص يبقى ما فيش فرص. ولذلك هذه الآيات نحن نمر عليها مرور أهل السهو والغفلة. يقول لك: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني تساقطت. طب النجوم لما بتتساقط ده دليل أن القيامة خلاص، ربح من ربح، خسر من خسر. مرة تانية يقول لك: يا إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست مسحت أظلمت ظلمت، وإذا السماء فرجت اتفتحت والنجوم راحت ساقطة. يا الله يا الله، ده من مشاهد القيامة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، تلاقي النجم الكبير المنير ده بيننا وبينه ملايين السنين الضوئية، ينزل كده زي الصواريخ بتاعت الأفراح دي، تفرجع وترش وتنزل، ضوءها يخفت وضياؤها يذهب. أي خلل بالنسبة لمرحلة الكواكب معناه دخلنا فين؟ في أهوال القيامة والعياذ بالله. أتى السماء ما توعد، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد. طب وإيه الموعود به السماء؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ربنا يتحدث بلسان العظمة جل وعلا. يا الله، ها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ليه يا رب؟ وبرزوا لله الواحد القهار. خلاص يبقى في حساب وعتاب وعقاب وثواب وجنة ونار وصراط وميزان وحشر ونشر وبعث. الله الله الله، هقوله هو اللي قام هتقوم مرة واحدة؟ مش في خطوات والأمور تصعد؟ أيوه، دي توصل لدي ودي توصل لدي، وغفلة يا خليفة. يا الله، انجو سعد فقد هلك سعيد. يا منجي يا رب، ما لكثرة الأهوال تجد الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي. طب النبي يقول نفسي نفسي، أمال أنا وأنت نروحوا فين؟ أمال نعملوا إيه؟ نلجأ إلى أين؟ أين الفرار؟ كيف الخلاص؟ يا الله، كلهم يقول نفسي نفسي إلا حبيبنا يقول أمتي أمتي.
بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا الله، ولذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى. قرأنا في الضحى ولسوف تعطى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاش لله يا رسول الله أن ترضى وفينا من يعذب أو يساء. أنا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. ها، نحن أكثر الأمم حظا برسول الله. أنا نصيبكم من الأنبياء وأنتم نصيبي من الأمم. يا نعم النصيب أنت، زخرنا في الدنيا وفي الآخرة، أنت رصيدنا وأنت إمامنا وأنت رائدنا وأنت قائدنا وأنت بنا رؤوف الرحيم. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. نعم، وأنا أمنة لكم، فإذا ذهبت أتاكم ما توعدون. ده بيقول للصحابة الكلام ده، طالما أنا موجود معاكم إن شاء الله خير، لكن هيجي علي يوم ما تلاقونيش وصديكم. فإذا ذهبت أتاكم ما توعدون وقد حصل. شوف لما سيدنا النبي يكون موجود أي مشكلة يريحها بكلمتين، أعقد المشاكل يحلها بابتسامته الهادئة. مش عندنا احنا فيه كاتب ايرلندي لا دين له، عارفين ايش ديننا احنا؟ كم حسوا شويه المشاكل بتوع الحروب الموجودين وما خلصوش في كل مكان من جنبات الارض، فهو مفكر لا يدين بالاسلام. قال هناك رجل واحد في البشريه لو كان موجودا بيننا اليوم لحل مشاكل العالم كله وهو يرتشف فنجانا من القهوة. قالوا من؟ من؟ قال محمد النبي الإسلام. الرجل ده مش مسلم يا اخوان، عشان ما نقولوش له محيز يعني، ها؟ ده الرجل ما عارفين له شدين احنا ولا مل. جورج برنارد شو، كاتب معروف ايرلندي الجنسي، كان عايش في امريكا. سبحان الله، والفضل ما شهدت به الاعداء. رجل واحد بس يقدر يحل المشاكل دي كل لو موجود دلوقتي. قالوا له مين؟ قال محمد نبي الإسلام. بيحكي عن تجارب وعن تاريخ. سيدنا النبي يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياته خير لنا. أي كل الخلافات اللي كانت بتتم بين الصحابة وبين الأعراب وبين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، كل المشاكل دي سيدنا النبي كان يريحها ويحلها على طول وهو موجود. مهما كانت المشكلة يهد ويعرف يتعامل ويعرف يقول كلمتين، يعرف يرش الأرضية ويعرف يستقبل اللي زعلان ويحتوي الكبير ويرضي الصغير. ايه يا عم ده، ما هو سيدنا النبي مدرسة. علمه شديد القوى جبريل عليه السلام من قبل الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا وعظيما. صلى الله عليه وسلم. طيب حياتي خير لكم نفهموه ماشي، طب ومماتي خير لكم. طبعا هو احنا صلتنا بسيدنا النبي انقطعت؟ لا، هو غيب كجسد لكن روحه معنا. واعلموا ان فيكم رسول الله. مش انت هتروح وتقول له السلام عليك رسول الله يقول لك وعليكم السلام؟ يبقى في حياة ولا ما فيش؟ في حياة. يا سبحان الله. واعمالنا تعرض عليه، فإن كانت خيرا وصلاحا سأل الله لنا القبول، وإن كانت زي ما انت فاهم واللي احنا واقعين فيه كله. سيدنا النبي توسل إلى الله أن يغفر وقد صفح الجليل إكراما للنبي العظيم. يبقى حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم، مشاكل كتير حصلت احتواها وريحها بكلمتين حلوين. في غزوة من الغزوات جابوا له الغنائم، جلس يوزع الغنائم، فإدى المهاجرين وإدى الشباب وإدى المعوزين والمحرومين واللي واللي واللي، وما عطش واحد من الأنصار. طب ما الأنصار بيقاتلوا معاك يا رسول الله وبيجهدوا معاك وواقفين معاك، ما عطش ولا واحد منهم. زعلوا النفس.
الشباب اللي موجودين ترجموا واللي زاموا واللي زعقوا واللي الكلام وصل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، هلموا تعالوا بكباركم وصغيرينكم، سمعت أنكم غضبتم. الناس الكبار قالوا لا، إزاي نغضب يا رسول الله؟ يمكن حد من الشباب يعني خذوا الحماس ولا عينه راعت. لا زي بعض يا رسول الله، يعني زي بعض. قال لا، الأمر على غير ذلك، أنتوا زعلتوا من حقكم تزعلوا، وإن حبيتوا تتكلموا من حقكم تتكلموا، يعني بإمكانكم أن تقولوا وأنتم صادقين جئتنا فارا فأويناك، وجئتنا خائفا فأمناك، وجئتنا وحيدا فطوقناك، وصلينا خلفك ودافعنا أمامك. هذا اللي حصل منكم يا إخوان، أنا ما أنكرش خيركم ولا معروفكم ولا ولاءكم، إن قلتوا يحق لكم القول وأنا بقول على لسانكم، لكن أنا أوكلتكم إلى دينكم، عارف أن منسوب الإيمان عالي عندكم، عارفكم أهل دين وثبات، ما تلتفتوش المتاع الدنيا والحاجات القليلة. ثم إني يعني ألفت بين القلوب ورضيت بعض المحتجين، تتعوض وتجيت في الخير أكثر، يعني المرة دي جات ظروفها كده زي بعض، أنا أوكلتكم إلى دينكم. سيرجع الناس، منهم من يرجع بالبعير ومنهم من يرجع بالشاه أو بالسيف أو بالرمح أو بالدرع أو بالخيل، يرجع بهذه المتع، رجعوا هم إلى ديارهم بهذه الرحال، ألا يكفيكم أن تعودوا إلى دياركم ومعكم رسول الله؟ شوف الكلام، شوف الكلام، يا أهز القلوب، خليهم يرجعوا برحالهم، لكن أنتوا راجعين ومعكم سيدنا النبي. يا معشر الأنصار، والله إني أحبكم في الله، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يشهد الله أني أحب الأنصار، والأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا، بكوا وعلى نشيجهم وعويلهم، وقالوا رضينا برسول الله. ما هذه مشكلة، كانت تعمل فتنة. شوف سيدنا النبي عالجها ازاي، شوف رضاهم ازاي، شوف استطاع أن يتسرب إلى القلوب فداعبها وشرح الصدور واسترضم بداخلها واحتواهم. وكم من المشاكل التاريخ يذكر في السيرة، سيدنا أبو ذر اختلف مع بلال، أبو ذر كان رجل عصبي وصاحب تقوى يابس شديد، كله حماس، ولا تأخذه في الله لومة لائم، لأنه غفار دي قطع طرق، قطع طرق، رجل يعني ذا بيئة يعني شديدة عنيفة. هيتكلم مع سيدنا بلال كلمة على ما بسم، راح قايم ادى بلال مشت، وقع بلال على الارض، مد ابو ذر قدمه ووضعها على صفحة عنق بلال وقال لم يبق الا انت يا ابن السوداء. الصحابة تدخلوا، حجزوا ده ورفعوا ده، خلاص خلاص خلاص، لكن الخبر وصل الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مسرعا وبدت عليه أمارات الغضب، وانتفخ العرق بين الحاجبين، وتغير وجهه كأنك فقأت فيه حبات الرمان، يضرب كفا بكف ويصرخ أين أنت يا أبا ذر؟ أبو ذر شاف الغضب بجزاء العصفور الصغير، ها أنا يا رسول الله، يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ أعيرته بلونه؟ أتعيب على الناقش أم المنقوش؟ أتطعن في الخالق أم المخلوق؟ أنسيت نفسك؟ كلكم لآدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء،
ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما رأى أبو ذر هذا الزلزال من رسول الله وأمارات الغضب التي سيطرت عليه، ركض على الأرض وأمسك بقدم بلال ليضعها على صفحة عنقه ويقول: أرجوك اقتص مني يا بلال، خذ حقك فقد سولت لي نفسي وإني قد أخطأت في حقك. فإذا ببلال يسحب رجله وينزل إلى أخيه أبي ذر ويرفعه من على الأرض ويحتضنه ويقبله ويقول: ما كان لبلال أن يطأ بقدمه على صفحة عنق يركع ويسجد لله. شوف الحب بتاع الصحابة. الخلاف وارد، الأمعاء في الداخل بيحصل فيها خلافات، انت وعيالك بيحصل فيه خلافات، انت ومراتك، الراجل والمرأة زي القبر في عائلة، ده وارد، لكن ما نشعلهاش نيران. لا تكن عودا في الحريق وكن قطرة ماء، لا تكن عودا في الحريق، ما تشعللهاش، بلاش الإشاعات وبلاش الفتن وبلاش وبلاش. يا الله يا الله. طيب سيدنا النبي موجود، حل المشكلة خلاص، مجرد أمارات الغضب وحط النقط على الحروف، الناس استلهمت الدرس. أبو ذر فاق، سولت لي نفسي، ضحك علي إبليس، اللي حصل أنا ندمان، أنا غلطان، خذ حقك، واعترف بالحق. لكن الأجمل والأفضل أن بلالا يعفو عن أخيه ويقول: ما كان لي أن أطأ بقدمي على صفحة أحد من الناس. يا سلام. موقف ثالث. اختلف خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف، أغلظ خالد الكلام في حق عبد الرحمن، وصل الخبر إلى رسول الله فجاء غاضبا وقال: ما هذا يا خالد، ألا تركتم لي أصحابي؟ هو خالد مش من الصحابة؟ أنت مش صحابة، لكن عبد الرحمن في درجة أعلى. خالد تأخر إسلام، لكن عبد الرحمن ده من ضمن العشرة المبشرين بالجنة. يا خالد، ألا تركتم لي أصحابي؟ لا تسبوا أحدا من أصحابي، فوالله لو أنفق الواحد منكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هل تركتم لي أصحابي؟ لأن الصحابة رتب، فيه أقدمية، فيه احترام. أبو الدرداء ماشيين مع سيدنا النبي وأبو بكر، فإذا بأبي الدرداء خطوة تتوسع برجل واسع، راح معدي أبو بكر، سيدنا النبي راح مفارم: ارجع يا أبا الدرداء، كيف تسمح لنفسك أن تتخطى رجلا كأبي بكر؟ كلهم في مكان. حتى نمشي سيدنا النبي بوجه: ما هي حياتي خير لكم، هو المرجعية، هو صاحب الحكمة، نرجعوا له، نلجأ إليه، يوجهنا، يرشدنا، يسددنا، يصوبنا، يفهمنا، يفقهنا، يعلمنا. ما قال سيدنا النبي: حياتي خير لكم، حياتي خير لكم. كان سيدنا أبو بكر لما مات سيدنا النبي يقول: إيه، كنا نعيش في أمانين، افتقدنا أمانا وبقي لنا أمان واحد وهو الاستغفار. طب إيه الأمان الثاني؟ سيدنا النبي: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقدنا أمانا وبقي معنا أمان، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت فيها مسألة الاحترام، إحنا اللي جبنا ورد الوقت ما فيش احترام، حتى الطالب لا يحترم المعلم، البيت لا تحترم أمها، الولد لا يحترم أباه، العم يبقى ماشي والولد قاعد متكي حتى يرد على الريش، وأحيانا يبقى ماسك الله، ما فيش احترام، ما فيش. الصحابة كانوا وقفين عند حدود الله. سيدنا أبو بكر راح يزور السيدة عائشة في بيت رسول الله، ابنته وزوج رسول الله. سيدنا الإمام علي رايح بيت ولد عمه، اتقبلوا على عتبة الباب. سيدنا أبو بكر رجل عاقل حكيم، هو أكبر من علي، قال: تفضل فادخل أنت أولا، فأنت ابن عم رسول الله، أنا نسيب لك، أنت ولد عم أخوه. شوف الأدب بتاع سيدنا علي.
قال: وكيف أتخطاك وأنت صاحب رسول الله؟ شوف الأدب والاحترام. النهاردة صغير بينط قبل الكبير حتى في الصلاة، قبل الأذان بخمس دقائق تلاقي واحد راح مستدر بعد كدي على العشاء. ما تقعد طيب، ممكن فيه مؤذن رسمي، ممكن من هو أندى منك صوتا، ممكن أنت مش قبلنا خالص، خليك متلكلك وساكت مستدر عليه. ها هي خطيف طواقي، لا إله إلا الله. كيف أتخطاك وأنت رسول الله؟ قال: وأنا أسمح لنفسي أن أتخطاك يا علي، وقد سمعت الله عز وجل يقول في حقك: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: لا، وأنا كيف أتخطاك يا أبا بكر وقد سمعت الله يقول في حقك: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال أبو بكر: وأنا والله كيف أتخطاك وقد سمعت الله يقول في حقك يا علي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال: لا يا أبا بكر، وأنا كيف أتخطاك وقد سمعت الله يقول في حقك: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. قال: وأنا يا علي، لا لا لا، أنا لن أتخطاك وقد سمعت النبي يقول: علي أخي في الدنيا وفي الآخرة. قال: وأنا يا أبا بكر، لا أستطيع أن أتخطاك وقد سمعت النبي يقول: ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. قال: وأنا يا علي كيف أتخطاك وقد سمعت النبي يقول: لا فارس إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. قال: وأنا يا أبا بكر كيف أتخطاك وقد سئل النبي: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: عن الرجال نسألك؟ قال: أبوها. قال أبو بكر: وأنا كيف أتخطاك وقد قال النبي في حقك: لو لم تخلق يا ابن أبي طالب ما وجدنا كفءا نزوجه فاطمة. قال: وأنا كيف أتخطاك يا أبو بكر وقد سمعت النبي يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذتك أنت يا أبو بكر. ده يقول ده يرد، وده يقول ده يرد، وبالقرآن والسنة كلامنا يخر الماء. المشوار طول، من الذي يحل المشكلة؟ رسول الله قاعد يوم يعرف شي حاجة، الباب مقفول ودول مختلفين على العتبة. فصدرت الأوامر من السميع العليم إلى كبير أمناء وحي السماء إلى الأمين جبريل، فإذا بجبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبعة طباق، وينزل إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وقول له: يا محمد قم. ففض الاشتباك بين الإمام والصديق، ده ليهم ساعة واقفين، ده يقول اتفضل وده يقول اتفضل، وما فيش واحد فيهم خاطي. فخرج النبي وافتتح الباب، وأمسك بيد أبي بكر عن يمينه، وأمسك بيد الإمام علي عن يساره، ودخلوا جملة واحدة في خطوة واحدة إلى غرفة عائشة، ثم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهكذا سندخل الجنة إن شاء الله. هكذا سندخل الجنة إن شاء الله. الناس دي بشرت بالجنة عشان الأدب، عشان الاحترام، عشان الولاء، عشان البراء، عشان الخشية. وقفين لحدود الله، بكائين من خشية الله. يا احنا محتاجين يا اخوانا وقفات كثيرة والله، نقلب في السيرة لنستمد منها زادا لأيامنا هذه، لنتغلب على مشاكلنا وعلى مصاعبنا، حتى نعرف كيف نربي أولادنا في بيوتنا وفي مدارسنا، كيف نتعلم من الكبار، كيف نرزق أدب الكبار، كيف نتعامل حتى في أسواقنا مع البائعين والمتجولين وأصحاب الدكاكين وأصحاب الطوابين وأصحاب البنازين والمستودعات وغيرها. إحنا محتاجين اللياقة أدبية. فمتى نعود إلى الله؟ ما احنا في شهر الله وكلها أشهر الله، لكن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من عبادك المنفوحين، اللهم أكرمنا بكرامة أصحاب رسولك الطيب الأمين، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا،
واجعلنا ممن صام الشهر، واجعلنا ممن استكمل الأجر، واجعلنا ممن حظي بليلة القدر. اللهم اقبل صيامنا وقيامنا، قنوتنا ودعاءنا، ركوعنا وسجودنا. يا رب كن علينا شفوقا وكن بنا رحيما، نسألك الستر والقبول. سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضة الله. ها نحن يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. آمين آمين آمين. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، الله عليم بما تصنعون، وأقيموا الصلاة.